السلام عليكم، بعدا كنشكركم على الحضور ديالكم. Alors en ce qui concerne la présentation, je suis Mريم فارح, 25 ans, marocaine et خبيره في مجال المكياج شبه الدائم. Alors pour le microblading, هي تقنيه اللي الاصل ديالها جا من لازي من اسيا. كانوا الازياتيك هما اول وحدين اكتشفوا هاد لا تكنيك هادي بحكم انهم عندهم لي سورسي الخفاف. مي هاد التقنيه مع الوقت مع التطور ديال هاد لا تكنيك باهي سي اون تكنيك اللي حاضره من تقريبا واحد 15 ولا 20 عام عندنا هنا في المغرب. مي مؤخرا هاد لي 5 ديرني غاني هي فاش لقات اقبال اكثر حيت الناس ولاو شافوا لو بيزوين. لا كليونت باغا تطلع لو سورسيل ديالها اللي عندها شي بروبليم سورسيلها بسورسيل طالع. دونك حنا كنحاولوا بما امكن اننا نلقاو دي تكنيك جداد بحال لا كومبو بروز اللي هي اون تكنيك كتمزج بين ليفي بودري ستادير ليفي بودغ اي كنحاولوا نديروا دي بوال اللي هما ناتوريل باش يحسنوا من المظهر ديال الحواج تلبيه. الوغ جو تروف كو الا لا كليونت طاحت على لا بون بيرسون لا بون براتيسيان ما غاديش تلقى شي حوايج سلبيه حيت حنا الهدف ديالنا من هاد لا تكنيك هو اننا ديجا نرسموا البسمه في وجه لا كليونت يعني تحسن المظهر ديالها. الوغ العراقل ديال هاد الدومين سي كو كتلقى ناس سوا ما داروش دي فورماسيون ما متخصصينش في المجال متطفلين على المجال ما بارل با دو طول موند مي كاين عندنا واحد الفئه هنا في المغرب و الا ما كانش المزيج ديال لي بيغمون حيت عندنا دي بيغمون ميديكو الا ما كانش المزيج مزيان لا كليون تقدر من بعد عام من بعد 6 شهور من بعد عامين سو تروف اون كولور اللي حمراء ولا خضراء ولا هذا. دونك خص الواحد لا براتيسيان تكون بيان فورمي عارفه لا سيميتري كيفاش ترسم لا فورم ديال لا كليون باش يجي حاجب بحال لوتر كيفاش ميلونجي ما تفكرش غير في الريزلت ديال دابا وكأنها عندها اون كليونت اللي خصها ترضيها دابا مي لا كليونت تكون فرحانه حتى من بعد عام يعني الريزولطا كيفاش غيكون سي بوغ سا وليت ريسامون كندير دي فورماسيون تقريبا شي عام ونص فوغ دو زون دابا دي فورماسيون اللي كنديرو فيهم اون بارتي ميديكال بارتي هيجين بارتي كولوريمتري لي ميلونج ديال لي بيغمون اي لا سيميتري بلوس لا براتيك بيان سور. الوغ اول حاجه باش نجاوب على هذا السؤال فاش كتجي لا كليونت خصنا نشوفو بلوزيغ تروك واش هاد لا كليونت بعدا فيها لانيمي واش لي ديابيتيك ايتترا باسكو سي اون بارتي ميديكال هذا سي واحد الميدان اللي ماشي بحال لا غديري لا تانتور ولا صباغ هاد الحجبان الا درتي شي حاجه راه غتبقى في وجه لا بيرسون واحد مينيموم واحد 6 مو. دونك خص لا كليونت تاخد الوقت انك تشرحي ليها التقنيه تختار معك التقنيه بوغ لا فورم كناخذو دي ميزور سبيسيال على حسب الوجه ديال كل واحد كنرسمو لا فورم كتشوفها لا كليونت سي ال فاليد راه سي بيان مي جينيرالمون سي كتلقى واحد 90% ديال لي كليونت اون فوا كنرسم ليهم لا فورم كتعجبهم حيت على حسب العبار ديال النيف لا طاي ديال لي ليفغ لو فرون لي زيو ايتترا. Alors pour la technique Hadi, c'est une bonne question. La technique, tout le monde peut l'utiliser, à part juste les gens. Les gens qui sont diabétiques et qui ont l'insuline, pourquoi ? Parce que nous travaillons sur la première couche de la peau, qui est l'épiderme. Mais nous allons faire les griffures et la cliente qui a un scar qui va sortir les deux. Donc automatiquement, le pigment ne va pas. Les gens qui ont l'anémie, c'est-à-dire le fakr d'eau, هادو ايفيتي مي كنسولوهم الا كانت لا كليونت اي لانسيست وبغات دير الميكرو بليدين مالغري سا كتشرحي ليها كو ما غيشدش ليها قد وحده اللي عندها لا بو نورمال دونك لا بو غراس قلنا غيشد ليهم اونتر 3 موا 6 موا هادشي على حسب لا دوري ورا كلشي غيشد له مي على حسب لا دوري كاين اللي كيشد له اونتر 3 موا اي 6 موا كاين اللي كيشد له اونتر 6 موا اي 9 موا بوغ لا بو سيج كيشد لهم حتى لان و ايدمي كل واحد وعلى حسب البشره ديالو. مو جو تروف بيرسونيلمون كو خصيده تسول على اول حاجه على لي بيغمون اللي كتخدم بهم لا براتيسيان حيت لي بيغمون سي تري امبورطون الا ما كانش ان بيغمون ميديكال راه تقدر تجي قياس الخير حساسيه سي سي ان بيغمون لي جو سي با كاين با
بعض الناس الله يهديهم كيمشيو ياخذوا دي بيغمون من دي سيت اللي ما ساويين والو كيبداو يديروا يخدموا بهم من بعد لا كولور كتبدل. دونك انا جو بريفير نصائح اللي نقدر نعطي للسيده المغربيه الا بغات تمشي دير الميكروبلايدين، اول حاجه غتشوف لا براتيس الخدمه ديالها لي فوتو ديال بصح، تسول عليها باغ اكزومبل في لي غروب ولا هذا شكون الناس اللي ديجا دازوا عندها قبل، باش تشوف لي زافي ديال الناس اللي من وراء عام من وراء عامين ايتترا. اي ابري كل واحد والذوق ديالو بوغ التقنيه، كاين اللي كيعجبو يجي افي في لو سورسيل بحال بودغ عامر كله، كاين دي بيرسون كيبغيو ان افي ناتوريل، دونك هادو تقدر تحكم عليهم لي فوتو. مي الحاجه اللي نقدر نوصيهم عليها سي الريزولطا ديال كليونت دازت من بعد عام كيفاش ولا لو سورسيل ديالها، اي لو بيغمون اللي كتخدم به تقلب عليه غير سوغ انترنيت وتشوف لي زانفورماسيون. الوغ عندنا اون فوا كنصادفو لا كليونت ديالنا عندها دو سيونس، هادو اون سكي كونسيرن لي سورسيل. دو سيونس الحصه الاولى كنديروا ليها فيها الانستيزي، تراساج ديال لا فورم، ليبيلاسيون، عاد كنبداو لو باساج الاول لو باساج الثاني، كتخرج لا كليونت ساتيسفيت الحمد لله. الوغ عندك لي دو جوغ اللي من ورا الحصه باغ اكزومبل تصاوبنا اليوم، عندها لو لوندومان اي لو جوغ كي سوي كتكون لا كولور شويه فونسي باسكو البيغمون بحال اللي كيبدا ينشف، اي عندك تكون بحال القشره على الحاجب، ما خصهاش تقيس الماء، ما خصهاش تشوف الشمس باش البيغمون البرودوي ديالنا ينضبط البي اش ديال لابو ديالها. حنا عارفين البي اش هو درجه الحموضه والحراره، دونك خصها تيفيتي الماء والشمس 5 ايام من بعد الحصه. بعد ملي كتقشروا ليها لي سورسيل كتبان لها لا كولور بهاتت، سي نورمال حيت المناعه ديال الجسم ديالنا كبحال كتحاول تدفع لو بيغمون دون ان بروميير ليو. وحتى كنديروا لا روتوش ستادير الحصه الثانيه اللي كتكون بعد 20 يوم اسباسير الحصه الاولى، تما كيكون لو ريزولطا فينال اللي كيعجب لا كليون.